بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت عايز تحمل برامج اوتوديسك مفيش اي مشكله خالص، بتدخل على موقع اوتوديسك فري ترايل وتقول له انا عايز احمل البرنامج مثلا وليكن الاوتوكاد، وبعد كده بتبدا تعمل الحساب، تقول له مثلا ساين ان لو عندك حساب، او تقول له لا انا ما عنديش حساب وابدا اعمل حساب جديد. بعض البرامج بيكون فيها نسخة متوافقة مع ابل ماكنتوش، فبتختارها لو انت عندك ابل ماكنتوش. انا ما عنديش، فبختار الويندوز العادي وبقول له كرييت اكونت وابدا اعمل اكونت وابدا انزل الاكونت. مجرد بس تديله اسم وايميل، فالموضوع بسيط. الحاجة التانية ان انت ممكن تدخل على موقع autodesk.education/free-software وتروح منزل اي برنامج من دول. الفرق بينها وبين الاولاني ان هنا بينزل معاك ترايل 30 يوم وبعد كده بتضطر تعمل كريك، هنا بيشتغل معاك لمدة 3 سنين. تمام، بس ما تسطبوش على جهاز الشركة، بتسطبه عندك في البيت، او لو انت عندك مشروع صغير مثلا 3-4 اجهزة ماشي، سطب عليه النسخة الادوكيشن دي وتشغل بيها مفيش مشكلة خالص. دي ده حاجة تانية. تمام، الحاجة التالتة اللي هو الموقع دوت، تمام، manage.autodesk ده لو انت مشتري نسخة او حتى هو بيدي بعض البرامج فري، فهتقدر تحمل الحاجات اللي هي الفري او الحاجات اللي هي للطلبة student، او لو عندك حساب مش بيشتري انت نسخة اصلية فبتلاقي كل حاجة مفتوحة قدامك. تمام، كل الحاجات دي هتلاقي الروابط بتاعتها في الوصف بتاع الفيديو. الاسلوب الرابع ان انت تحمل في موقع تاني اللي هو virtual agent، بتبدأ تقول له انا عايز احمل download link، وتقول له مثلا احمل مثلا وليكن مثلا 3D Max، فيقول لك عايز اني اصدار وتبدا تحمل. ميزه الاسلوب ده وانا بفضله، اولا هو بيديك الاصدارات القديمه كلها سواء مثلا من 2012 وانت طالع لحد 2017، بيديك الملف كامل. تمام، يعني 4 جيجا 3 جيجا، ولما ينزل عندك يبدا التسطيب. الاساليب الثلاثه اللي قبل كده بينزلك ملف مساحته 15 ميجا وبتبدا منه تسطب، وساعات بعض الناس لو اللي عنده نت بطيء بيحس ان هو هنج او خد وقت طويل في ان هو ينزل الملف، فده انت بتنزل الملف على مرتين، او بتنزل مثلا يعني مثلا 3 دي ماكس ديزاين 2013 عامل 32 و64. في بعض الحاجات مثلا بيبقى مدين ال 32 ده جزء اول وجزء تاني لو مساحه الملف كبيره، فبتنزله عندك بينزل مثلا 5 جيجا، بتدوس عليه تسطيب فبيسطب حتى لو ما عندكش نت. تمام، فدول 3 اساليب لتنزيل برامج من اوتوديسك.